بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الجمع المبارك، فمقدمة لدرس الأصول الثلاثة، فإنه يسرني في هذه الليلة أن أذكر نفسي والجميع ببعض الأمور وبعض التنبيهات التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة مفيدة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مباركا نافعا، وأن يرزقنا الله الإخلاص في العلم والعمل. وأول هذه التنبيهات التي أذكر بها نفسي وأذكر من يسمعني، أولا، ما دمنا في بداية طلب العلم وفي بداية شرح كتاب من كتب أهل العلم، ينبغي على الإنسان أن يعرف فضل العلم وأن يعرف ما هو فيه، وأنه في عبادة جليلة عظيمة. نعم، إن الإنسان لا يمكن أن يستمر في عبادة أو في طاعة من الطاعات إلا إذا عرف قيمتها وفضلها وما أثنى الله تبارك وتعالى عليها، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تساهل من تساهل في العلم الشرعي إلا لأنهم لم يعرفوا قيمته ولم يعرفوا قدره. إن النصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في فضل العلم وفي شرفه، وأنه من أفضل العبادات وأجل القربات إذا أخلص الإنسان لله تبارك وتعالى. لأن في العلم جهاد ضد الأعداء، فيه نشر السنن، فيه الرد على أهل البدع والضلال، فيه نشر العقيدة الصحيحة الصافية. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل التطوعات هو طلب العلم الشرعي. إذن لابد في بداية الطريق وفي بداية الطلب أن يعرف الإنسان فضل العلم. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية أيها الإخوة أيها الجمع من أعظم الأدلة على فضل العلم. يقول القرطبي رحمه الله: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. ويقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، قال: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. نعم، إنها آية جليلة عظيمة تدل على فضل العلم وفضل أهله. وأولو العلم قائما بالقسط، ولم يقل أصحاب الملك، ولم يقل أصحاب الأموال، ولم يقل أصحاب الرئاسات، ولم يقل أصحاب الجاه، ولم يقل أصحاب البنين، بل قال: وأولو العلم قائما بالقسط. فأين المشمرون؟ وأين العاملون؟ وأين الذين يريدون الدرجات العالية؟ أين الذين يريدون الفضائل العظيمة؟ حينما يستمعون لهذه الآية فإنه تقودهم إلى الاستمرار ومعرفة شرف العلم والاستمرار فيه، وأن الإنسان الذي في مجالس العلم ويطلب العلم في عبادة هي من أعظم العبادات. ويقول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. هذه الآية أيها الإخوة نبه العلماء وذكر العلماء في كتبهم على أنها من أعظم الأدلة على فضل العلم. يقول القرطبي:
فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. انتهى. فلم يقل قل يا محمد ربي زدني مالا أو ربي زدني جاها أو ربي زدني ملكا أو ربي زدني أولادا، بل وقل ربي زدني علما. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري عند شرح هذا الحديث أو هذه الآية: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والأحاديث كثيرة في فضل العلم، من أشهرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا معنويا أو حسيا، حسيا بالذهاب إلى حلقات العلماء بالرحلة في البلدان لطلب العلم والحديث، ومعنويا بشراء الكتب وقراءتها. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في دينه. يقول الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. وأيضا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال الخطابي في معنى وضع أجنحتها أقوال: أنه بسط الأجنحة، وقيل أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، وقيل أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وأما أقوال السلف فهي كثيرة، من أشهرها قول علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وقال الشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال بعض العلماء: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وقال الإمام الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صلحت النية. إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تدل على فضل العلم، والتي إن شاء الله سنذكرها ونعلق عليها حينما نمر عليها في المتن. إذن لكي يستمر الإنسان في طلب العلم لابد أن يعرف شرف هذا العلم، فإن ذلك من أسباب نشاطه وعلو همته، وهذا في جميع العبادات والطاعات. فمثلا إذا أراد إنسان أن يواظب على صلاة الضحى مثلا، أو يحث غيره، مع أن الكثير يعرفون أنها سنة وأنها عبادة، لكن إذا أراد أن يواظب عليها أو أن يحث غيره أن يذكر لهم فضلها وما ورد فيها من الأجر، فإن ذلك ينشط النفس. معرفة الأجر تنشط النفس وتنشط العزيمة. فمثلا يذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ عليها إلا أواب. ومثلا يذكر لهم أن صلاة الضحى تجزئ عن 360 صدقة، كما في حديث أبي ذر قال: قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة إلى آخر في الحديث. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فحينما يعلم أنها صلاة الأوابين فإنه ينشط لذلك. وكذلك قيام الليل مثلا، مثال قيام الليل، فإن الناس يعرفون أنها عبادة جليلة، لكن من أراد أن يواظب عليها وأن يحث غيره أن يذكر ما ورد فيها من الفضائل حتى يكون ذلك منشطا له ومحفزا. يذكر مثلا قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ويذكر: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا من صفات المؤمنين:
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكقول النبي في ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. والدليل على أن معرفة الأجر تنشط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا، فقال لو يعلمون ما فيهما، فهم يعني أهل النفاق لا يعلمون حقيقة فضلهما لأنهم لا يؤمنون بوعد الله وليس عندهم يقين بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون حقيقة فضلها، لو علموا لواظبوا عليه، لكن نظرا لقلة دينهم وقلة يقينهم لا يعرفون فلا يواظبون. نعم. وتأتي أهمية العلم خاصة أيها الجمع المبارك في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وعمت وهجمت على الناس. نعم، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بقدوم الفتن وكثرتها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفرق، كثرت فيه الاختلافات، تصدر للفتوى من ليس أهلا للفتوى، تصدر من ليس أهلا للصدارة، أصبحت الشبهات تبث بالقنوات وعبر الشبكات وتبث على الناس، فمن لم يتسلح بسلاح العلم فإنه قد لا يستطيع أن يثبت مع كثرة الفتن وقوتها، كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا في قضاء الليل المظلم، وقال ستكون فتن، وقال صلى الله عليه وسلم يرفق بعضها بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى مواقع الفتن كمواقع القطر من بيوتكم، يشبهها بالمطر نظرا لكثرتها وانتشارها. إذن العلم ضروري وبالذات في هذا الزمان، فإن الصحوة الإسلامية لابد لها من علم شرعي. لماذا؟ لأن الذي لا يتحصن بالعلم الشرعي يكون عرضة للشبهات، يكون عرضة للضلالات، يكون عرضة للشهوات، يكون عرضة للانحرافات. نعم، إن الصحوة تكالب عليها الأعداء تشكيكا وبث الشبهات، فلابد من علم لصد هذه الشبهات وهذه الأعداء. فلذلك كان العلم من أهم الأمور، وللأسف في هذا الزمان نرى كثير من شباب الصحوة، نرى رجالا ونساء، لكن لا نرى إلا القليل من يتجه إلى العلماء ويجلس بالركب عند العلماء ليطلب العلم ويتعلم دين الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أنبه عليه. الأمر الثاني أن الإنسان يتعلم ويتربى في سيره إلى الله في أي عبادة كطلب العلم الذي نحن في مجاله، ينبغي أن يعرف أن العبادة لا تثمر إلا إذا استمر فيها وثبت. نعم، فكم من إنسان بدأ في عمل وتركه، كم من إنسان بدأ في طاعة وأهمله، كم من إنسان بدأ في مشروع دعوي أو عبادي أو علمي وتركه. لذلك على المسلم والمسلمة أن يعرف أن من أسباب الثبات ومن أسباب التوفيق ومن أسباب ترويض القلب على الطاعة أن يجاهد نفسه على الاستمرار في الطلب وحضور مجالس العلم. نعم، ولو كان شيء قليل. المداومة على العمل الصحيح من أفضل العبادات وأجل القربات، وهي من أعظم علامات التوفيق والنجاح. نعم، لماذا الاستمرار على العمل الصالح سبب للتوفيق والنجاح؟ اسمع، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن العمل المداوم فيه البركة وفيه الخير. لماذا؟ لأنه عمل يحبه الله تبارك وتعالى، وعمل يحبه الله ماذا نتوقع أن تكون النتيجة؟ لا شك
أن النتيجة ستكون مباركة موفقة. ولذلك قال النووي رحمه الله مبينا لماذا أحب الأعمال إلى الله يدومها وينقل، قال: لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. نعم، في العمل المداوم ولو كان قليل يطرح في هذا العمل البركة ويطرح فيه التأثير وينتج عنه الخيرات والبركات. نعم، إن العمل المداوم عليه فيه دوام اتصال القلب بخالقه فيعطيه قوة وثباتا ونشاطا. إن العمل الصالح المداوم عليه فيه تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها، وكما قيل: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن العمل الصالح المداوم عليه فيه طهارة القلب من النفاق، لأن المنافق تثقل عليه العبادة، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن العمل إذا داوم عليه الإنسان كجلس يحضره ومداوم عليه سنة وسنتين فإنه بإذن الله يكون ذلك سببا في طهارته من النفاق، لأن المنافق لا يستمر على العبادة. وذلك جاء في الحديث الذي صححه بعضهم: من حافظ على 40 ليلة على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم، إذن ينبغي أن نربي أنفسنا دائما وأبدا. أيها الإخوة، أوصيكم من هذا المكان، أوصي الجميع أن نربي أنفسنا على العبادة، أن نستمر وأن نجاهد أنفسنا على المواظبة. وإلا الكثير طلب العلم انقطع، الكثير بدأ بمشروع وانقطع، ليس لها تأثير في الواقع. التأثير على الإنسان إذا استمر في عبادة سنوات وسنوات. واسألوا من جرب ذلك فتجدون الجواب. فأيهما أفضل؟ إنسان يصلي ليلة ويترك ليلة، يصلي مرة 4 ركعات ومرة لا يصلي، ومرة يصلي 6 ركعات ومرة لا يصلي، أو إنسان يصلي ركعتين في الليل ومواظب عليها ولا ينقطع؟ بلا شك الثاني أفضل. لماذا؟ لأنه عمل يسير، نعم، لكنه مستمر. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وانقل، لأن المراد هو استمرار العبادة والمراد استمرار الطاعة. مثال آخر: إنسان مثلا يصلي الضحى مرة 10 ركعات ومرة 2 ركعتين ومرة ينقطع ومرة 6 ركعات ومرة ينقطع، أو شخص مواظب على صلاة الضحى على 2 ركعتين وعلى 4 أو على 4 مثلا، بلا شك الثاني المداوم والمستمر أفضل، لأنه كما قلنا باستمرار العمل ولو كان قليلا استمرار للطاعة، استمرار للعبادة، استمرار للصلة مع الله تبارك وتعالى. نعم، كم رأينا من إنسان أيها الإخوة بدأ بطلب العلم وانقطع؟ كم رأينا من إنسان بدأ في حفظ القرآن وانقطع؟ هذا الشخص الذي انقطع في حفظ القرآن لو صار يحفظ كل يومين 3 آيات واستمر على ذلك لكان في ذلك خير كثير ونفع عظيم، واستمر مع القرآن الكريم، لكن لم يستمر وأثقل نفسه فانقطع مرة واحدة. كم رأينا من إنسان بدأ بمشروع دعوي وانقطع؟ السبب أنه أكثر عن نفسه، ولو اقتصر على القليل مع الاستمرار لكان فيه خير عظيم. نعم، أيضا أيها الإخوة، إن المداومة على العمل الصالح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. فإنسان يطلب العلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فليبشر بكل خير، سيوفق بإذن الله تعالى لكل خير والعلم النافع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وفي رواية: كان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وعن مسروق قال: سألت عائشة أي العمل أحب إلى رسول الله؟ قالت: الدائم. نعم، ويكفي أيها الإخوة، حتى لا أطيل في هذه النقطة، يكفي في فضل المداومة على العمل الصالح أنها سبب لمحبة الله، كما في حديث أبي هريرة المعروف قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لا يطينه ولئن سألني عذن إلى آخر الحديث. فهذا الحديث ما المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث حتى يستمر في العمل ويواظب عليه، فلو أنه عمله مرة واحدة وتركه لا يدخل تحت هذا الحديث، وهذا أمر معلوم. إذن من استمر في عبادة فليبشر أن ذلك من أسباب محبة الله تبارك وتعالى. وثبت أن عائشة كانت تصلي الضحى 8 ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما، لو نشر لي أبواي ما تركتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم علي وفاطمة الدعاء أن يقول قبل النوم أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34 وقال لهما ذلك خير لكم من خادم، ماذا قال علي؟ ما تركتها بعد. فقال له رجل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. ليلة صفين تلك الليلة العظيمة، وكانت حرب بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه، ومع ذلك علي رضي الله عنها رضي الله عنه ما تركه مواظبة العمل الصالح. نعم، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، فواظب عليها علي رضي الله عنه حتى في تلك الليلة العظيمة التي كانت فيها مقتلة عظيمة بين الفريقين. الأمر الثالث الذي يحب أن نبه عليه على وجه السرعة أن يهتم الإنسان الطالب والطالبة في بداية طلب العلم أن يهتم بإصلاح قلبه. ينبغي أن يراقب قلبه، أن يطهر قلبه من الغل والحسد ومن كل شيء مضر بالقلب، ومن ذلك التعلق بالدنيا. نعم، لأنه إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد، كما في حديث النعمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إن الإنسان الذي يطلب العلم ينبغي أن يكون قلبه طاهرا أبيض كاللبن، بل أبيض من اللبن، لا يحقد على أحدا ولا يحسد على أحد ولا يبغي على أحد، يفرح بإخوانه ويكون قلبه سليما صافيا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال الذي لا غل ولا حسد ولا بغي. فالمقصود أن الطالب ينبغي أن يهتم بهذه النقطة. كثير من الناس يهتمون بالظاهر دون الباطن، فوقع فيهم من الرياء حب الرئاسة والشهوة الخفية وغيرها كثير وكثير. الإنسان في بداية طلب العلم ينبغي أن يراقب قلبه دائما وأبدا. نعم، ولا يترك له حين يحاسبه دائما وأبدا، هل هذا العمل لله أو لغير الله، هل هذا القلب يحسد أو لا أو يغل أو لا. الأمر الذي يليه أنبع النقطة وهي الفوضوية عند بعض طلاب وطالبات العلم. إن من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يحذرها الفوضوية. بعض المبتدئين بالطلب يعيش فوضوية تذهب بعمره وتذهب بوقته ويصاب بالكسل والملل ومن ثم يفتر. فمثلا بعضهم يبدأ بمتن من المتون ثم ما إن يبدأ به حتى يكسل ولا يكمله، ويذهب لمتن آخر في فن آخر، يذهب بمتن مثلا يبدأ بمتن في التوحيد مثلا ثم يذهب ولا يكمله، ثم يذهب لمتن في الفقه أو في الحديث أو في التفسير. وهذه طريقة خطأ، ليست طريقة السلف وليست الجادة في طلب العلم. هذه الطريقة خطأ، لا تنتج شيئا ولا تخرج متعلم على طريقة السلف.
نعم الإنسان إذا بدأ بمتن حتى يبدأ به حتى يكمله ولا ينصرف إلى متن آخر. نعم. وأيضا بعض المبتدئين أو بعض طلاب العلم يبدأ بمتن مثلا مثل الأصول الثلاثة، وأثناء الدراسة يذهب ويقرأ شرح هذا المتن على شيخ آخر، يعني يطلع على الشروح الأخرى، يطلع على شروح أخرى، يطلع مثلا على شرح الشيخ الفلاني وشرح الشيخ الفلاني وشرح الشيخ الفلاني، وهذا ويقرأ عدة شروح، وهذا يشتته ويشتت ذهنه ويشتت أموره مما يجعله يستصعب العلم. الإنسان إذا بدأ بمتن لا ينشغل بشروح حتى ينتهي بالمتن الذي معه. فإذا انتهى على هذا الشيخ انتهى شرح الأصول الثلاثة، لا مانع بعد أن ينتهي أن يقرأ بعض الشروح على هذا المتن ليستفيد وينظر ما ذكر هذا الشيخ ما لم يذكره الآخر، لا بأس. لكن أثناء الدراسة لا ينشغل ويقرأ شرح فلان وشرح فلان والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فهذا يشتته ويصعب عليه العلم. فالإنسان ينبغي أن يأخذ العلم حبة حبة، وقد قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. ويقول ابن عبد البر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه جاهلا زل. نعم. وأيضا من الفوضوية إن بعض المبتدئين يحضر دروسا كثيرة حتى على الشبكة، فمثلا ربما بعضهم يحضر 7 دروس، هذه الدروس ربما بعضها ليست على مستواه، وبعضها الشيخ يشرح في هذا المتن في آخره، مثلا بدأ مع هذا الشيخ والشيخ يشرح في الفقه في آخر الفقه، باب الإقرار مثلا أو باب الشهادات. وبعض الكتب تكون موسعة، وبعض الكتب تكون غير مناسبة للمبتدئ، فهذه كلها فوضوية في طلب العلم موجودة عند الكثير، هي من أسباب تخاذل وتكاسل الكثير والكثير من الطلاب والطالبات في طلب العلم. نعم. وهذه الفوضوية كما قلت تضيع الوقت وتضيع العمر وتضيع الجهد، فعلى الإنسان أن يبدأ كما قلت حبة حبة، شبرا شبرا، شيئا فشيئا، وإن لم يستطع يسأل أهل العلم ويسأل عالم يثق به حتى يبين له الطريق حتى لا يضل. وقت البيوت من أبوابها، ينبغي على من أراد أن يطلب العلم أن يأتيه من بابه، وإلا لن يستطيع أن يستمر وسيزل كما زل غيره كثير وكثير، لأن العلم كثير والكتب كثيرة والدروس كثيرة، فالإنسان الذي لا يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك سوف يزل. هذه أيها الأخوة بعض النقاط ذكرتها في بداية هذا الدرس، وغيرها سنذكرها إن شاء الله ضمن الشرح. هنا أنبه على بعض النقاط أيها الأخوة، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، نقاط تتعلق بالدرس. النقطة الأولى، أنا أرى والرأي للجميع أن يكون الدرس وقته من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة، لا يكون الدرس قصير ولا يكون طويل ممل، فأعتقد أن 30 دقيقة إلى 40 دقيقة مناسب جدا، ليس بالكثير وليس بالقليل. والطريقة كما يعرف الجميع أننا سنشرح المتن في الغرفة الصوتية وسيتم تسجيله، فإن حدث خلل في الغرفة الصوتية أو من لم يحضر بالغرفة الصوتية يستمع للشرح في الملتقى، يوضع المقطع الصوتي في الملتقى بعد الدرس ب4 ساعات و5 ساعات، يوضع مباشرة، وهذه نعمة ولله الحمد لله، تسهيل العلم، هذه نعمة ينبغي أن نستغلها، الدرس يكون موجود. أيضا سيكون في الملتقى الدرس والشرح، الشرح مثلا شرحنا نحن أول 3 أسطر، سيكون في الملتقى بعد الدرس ب4 ساعات أو 5 ساعات مثلا مباشرة المقطع الصوتي، المقطع الصوتي وشرح هذا المتن يكون جاهز،
لماذا؟ حتى يكون الطالب والطالبة الدرس موجود وجاهز، نحن لا نريد أن ينشغل إنسان إلا بالمراجعة والاستماع، فيجد الشرح مكتوب وجاهز ومراجع ومنقح وأيضا يستمع إليه. طبعا أثناء الشرح سأذكر فوائد خارجة عن الدرس، وإن شاء الله أثناء الدروس ستتضح أكثر وأكثر، ليست من الشرح. مثلا يمر معنا مثلا إمام من الأئمة فأذكر فائدة عن هذا الإمام، أو مثلا يمر معنا حديث في المتن اللي يشرحه، هذا الحديث فيه فائدة أخرى مثلا بالفقه أو بالعقيدة أو بالتفسير أو بالحديث، أو فيه فائدة تربوية أو فائدة تهم طالب العلم أذكرها. فمثلا حين مثلا لما نشرح مثلا في الفقه، نشرح مثلا أن يسن للإنسان أن يقول قبل السلام: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتة المحيا والمات ومن مسح الدجال. نشرح هذا المقطع وما يتعلق به من أحكام فقهية استطرادا وذكرا للفائدة. أتكلم عن الدجال، لماذا سمي بذلك، وبعض الأمور التي تتعلق بالدجال. كذلك أتكلم عن فتة المحيا والمات استطرادا وبسرعة من باب الفائدة. أيضا أحيانا يمر معنا مثلا في باب الجنائز، وهذه أمثلة بالفقه، مثلا يمر معنا تحريم النياحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، وأشرح هذه النقطة. من باب الفائدة أذكر بعض الأحاديث في كتب السنة التي بدأت بليس، فأذكر مثلا: لا من غشنا فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من تشبه بالرجال من الرجال بالنساء أو بالنساء من الرجال، ليس منا وهكذا. وأذكر الحديث فيها ليس منا حتى يستفيد الطالب، وهي فوائد مهمة. ربما ماذا يمر معنا في المتن كلام شيخ الإسلام، أقول ممكن أذكر بعض الكلمات الأخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثلا يمر معنا في العقيدة المحبة وإثبات المحبة لله تبارك وتعالى، ثبت وإثبات يليق بجلاله. أذكر بعض النقاط الخارجة عن الموضوع، من أسباب محبة الله كما ذكرها ابن القيم، قال: وأسباب المحبة عشرة. هذه الفوائد غير موجودة غير مكتوبة، يكتبها الطالب والطالبة، يكتبها المستمع إذا أرادها وإذا أحبها. وننصح بكتابتها لأنها فوائد علمية فقهية حديثية تفسيرية، يكتبها في دفتر عنده ونسأل عنها فيما بعد. لكن الذي يكون في الملتقى والذي يوزع هو المتن والشرح، أما الفوائد الأخرى فيجتهد الطالب في كتابتها إذا استطاع أثناء الدرس، وإذا لم يستطع بعد سماعها. نعم، وإن شاء الله بعد ما يمر 4 دروس أو 5 دروس سيكون هناك اختبار خفيف سهل، والاختبار غير متعب، لأنه ولله الحمد المتن والشرح موجود أول بأول. الشرح والمتن يكون موجود مع الدرس. اليوم الخميس مثلا أخذنا الدرس، يوضع صوتيا في الملتقى وشرحه يكون موجود مباشرة. نعم، وتكون المراجعة، أضع 4 أسئلة أو 5 أسئلة على الدروس الماضية، أسئلة تكون مهمة وأهم في الدرس، ويجيب عليها الطالب والطالبة، تجيب عليها. والمراجعة يعني لها إن شاء الله طريقة خاصة نذكرها أثناء الدروس. هذه الطريقة. وأخبر الجميع أننا مستمرون في الطلب، حتى لو حدث خلل في الغرفة الصوتية فإننا ولله الحمد موجود أشرطة، والشبكة ولله الحمد شبكة الإنترنت موجودة، نستطيع أن نضع أي شريط في أي مكان ويستمعه المسلم. فهذه نعمة يا أختي المسلمة، نعمة من الله عز وجل. أشكر الله تبارك وتعالى أن يسر العلم، إذا لم نستطع أن نلقيه في المكان الفلاني نستطيع أن نسمعه في نفس اللحظة، نستطيع أن نسمعه ويكون مكتوب وجاهز. فنحمد الله عز وجل أولا وأخيرا، وأذكر الجميع بالإخلاص والدعاء، الدعاء بالثبات والاستمرار، فإن طلب العلم عبادة جليلة كثير من الناس لا يستطيعونها، فمن وفق لطلب العلم فقد وفق لخير كثير،
مفتقة لخير كثير، وقد ذكرت الأدلة في أول الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأله أن وأتمنى أن أكون وفقت في ذكر بعض النقاط كمقدمة لهذا الدرس، وأي اقتراح أو مشروع أو رأي فالحمد لله موجود المجال، المهم أن نستمر ونبدأ على بركة الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا بعد كل درس أي سؤال يوضع في الملتقى في مكان الدرس يوضع تحته، بعد ما يستمع له أي طالب عندها سؤال تضع السؤال وسيتم الإجابة عليه مباشرة. نسأل الله الإعانة والتوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم.